السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مجلس الخدمة الاتحادي يطلق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والاوائل. اعلن مجلس الخدمة الاتحادي عن اطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والاوائل على الكليات، وقال المجلس في بيان: سنطلق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لكن من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مجلس الدولة، بيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية. واضاف أن التعيين يشمل حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل حصرا والمشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2017 بعد أن تمت مصادقة من قبل وزارة المالية وفق الاختصاصات المطلوبة. وأوضح المجلس أن فترة التقديم تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 9/11/2021 ولمدة 20 يوم، داعيا المتقدمين إلى التأني في ملء الاستمارة والتأكد من جميع البيانات المطلوب تعبئتها ورفع المستندات المؤيدة للبيانات قبل إرسال الاستمارة إلى التدقيق، لأن هذه الخطوة غير قابلة للتراجع. ولفت مجلس الخدمة إلى أنه بإمكان الفئات المشمولة للتقديم من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المسلمة لهم من قبل كلياتهم عبر الرابط المخصص. الرابط الخاص بالتقديم سيكون في وصف الفيديو.